في البدايه لما انت ابتديت على السوشيال ميديا، احنا دايما بنقول ان السوشيال ميديا زي ما نقول وجهين لعمله واحده. في منها الحلو قوي وفي منها اللي بجد بيكون سخيف. صح. الناس شدتك لتحت وحسيت ان انت اكتئبت شويه لما انت ابتديت في السوشيال ميديا؟ رد فعل الناس السلبي والايجابي. هو الموضوع حصل بشكل ممنهج قوي. في الاول الناس اللي جت بتتفرج عليا، الناس اللي حابه تتفرج عليا وعارفين طريقتي وعارفين يتوقعوا ايه من الفيديو. فالاول كان كله بوزيتيف كومنتس، الناس كلها مبسوطه وايجابيه جدا وبتاع. لما الدايره وسعت شويه او دايره المتفرجين وسعت وبقيت بظهر في أبلة فهيتة فبقوم يجولي على صفحتي واظهر في مش عارف ايه فيجولي هنا، الجمهور اتغير شويه فما بقتش كل التوبكس تعجب كل الناس. فانا بس بقيت بحس ان السوشيال ميديا بقى فيها سلبيه كده. يعني في ناس بتحب تشتم وبتشتم بقلب قوي، ويعني انت خدت من وقتك 10 دقايق تفكر في اللي انت كاتبه ده ازاي تهني. بتقرا كل الكومنتس؟ بقراها بس انا، وفي الاول كنت بتضايق جدا جدا وبيأثر فيا. دلوقتي بصراحه خلاص يعني قصدي السوشيال ميديا بس لسه بتقراها. بقراها بس انا بقيت اسهل حاجه خلاص، انت شتمتني بلوك. طيب انت غنيت قبل كده؟ انا كنت بغني زمان، بغني كان صوتي حلو جدا، وبعدين مع التدخين وكده صوتي بقى تيل فرامل زي ما انت شايفه دلوقتي. ما انا ما اعتبرش نفسي مغني، انا بعمل سكتشات غنائيه. أوكي. عملت مهرجان الفرافير ده اللي هو كان مهرجان شعبي بس هو للطبقه العاليه قوي، فهو شخص ما عندوش اي مشاكل. لانه عاده المهرجانات بتتكلم على المشاكل والتعب والمشاكل زي راب كده بالظبط. فانا رحت عامل، قلت لنفسي ازاي ما فيش مهرجان ما بيتكلمش عن، بيتكلم عن شخص ما عندوش اي مشاكل خالص. فدي كانت اول فكره. وبعدين عملت اغنيه تانية اسمها لذيذ الكلام ده، واغنيه ثالثه اسمها بكرهكم كلكم. بكرهكم كلكم بقى عشان اللي احنا لسه متكلمين عليه في السوشيال ميديا ده. ان انا كنت وصلت مرحله كل ما بفتح الاقي ناس بتشتم بعض وبيشتموا الممثلين وبيشتموا مش عارف مين وبيشتموا اللي بيدافع عن الفنان، وبيشتموا اللي بيدافع عن ايه يا جماعه كميه ده السلبيه ده. فبدأ انا بكرهكم كلكم عين منوره كده. رحت عامل اغنيه بكرهكم كلكم دي، وان شاء الله بقى يعني شغال على اغنيه جديده كده برده، مش اغنيه عشان برده مش عايز اسميها اغنيه يعني، سكتش. فاه سكتش غنائي. تحكي عن ايه؟ بتحكي عن نوع معين من البنات كده.